السابعة صباحا في القاهرة، نشرة مفصلة تأتيكم من عاصمة الخبر، وإلى أبرز عناوينها. جلسة رابعة لمجلس النواب الأمريكي اليوم لاختيار رئيس جديد له. الإمارات والصين تطالبان باجتماع لمجلس الأمن لبحث تطورات بالمسجد الأقصى. ارتفاع عدد ضحايا الجنود الروس جراء الهجوم الأوكراني على منطقة ماكيفكا إلى 89 قتيلاً. البداية مع ملف الكونغرس الأمريكي. يستأنف مجلس النواب الأمريكي اليوم التصويت في جلسة رابعة لاختيار رئيس جديد له. وعرقلت الخلافات داخل الحزب الجمهوري انتخاب كيفن ماكارثي رئيسا للمجلس بعد 3 جولات متتالية. وقد تسلم الجمهوريون رسميا رئاسة مجلس النواب بعد فوزهم بأغلبية ضئيلة في انتخابات التجديد النصفية. ويتنافس على رئاسة المجلس الجمهوري كيفن ماكارثي وديمقراطي حكيم جيفريز. I rise today to nominate the gentleman from California, Kevin McCarthy, as Speaker of the House to lead America. ويسعى المرشح الجمهوري كيفن ماكارثي البالغ من العمر 58 عاما جاهدا للفوز برئاسة مجلس النواب خلفا لنانسي بالوسي. ويحتاج ماكارثي لتأمين 218 صوتا في مجلس النواب حتى يتمكن من الفوز برئاسته. من ناحية أخرى، رشح الديمقراطيون زعيمهم الجديد حكيم جيفريز الذي خلف نانسي بالوسي الرئيسة السابقة للمجلس. ويعد ذلك ترشيحا رمزيا إذ يصوت له الديمقراطيون الذين لا يملكون الأغلبية في المجلس، فيما لن يصوت له أي من الجمهوريين. أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يتدخل في عملية تصويت لانتخاب رئيس مجلس النواب، مشيرا إلى أنه يراقب هذه العملية باهتمام. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جين بيير إن رئيس بايدن عمل كسانيتر لمدة 34 عاما، لذلك هو على دراية كاملة بكيفية إجراء عملية التصويت. وأعربت المتحدثة عن تطلع بايدن للعمل مع جميع النواب الديمقراطيين والجمهوريين والمستقلين في الكونغرس الجديد، وهذا لمواصلة دفع البلاد إلى الأمام من أجل الشعب الأمريكي. يتمتع رئيس مجلس النواب الأمريكي بصلاحيات عدة، كونه العضو الأكثر تأثيرا في المجلس، ويأتي في مقدمة تلك الصلاحيات تغيير قواعد العمل بالمجلس وإحالة مشاريع القوانين للجان مختصة. ويحق لمجلس النواب الأمريكي التصويت على ميزانية الحكومة الفيدرالية، كما يمكنه توجيه الاتهامات لعزل رئيس البلاد وقضاة المحكمة العليا.
في غضون ذلك عقد مجلس الشيوخ الأمريكي أول اجتماع له بكامل أعضائه بعد انتخابات تجديد النصفية والتي جرت في نوفمبر الماضي. وأدى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي المنتخبون والجدد قسم الولاء خلال الجلسة، واحتفظ الديمقراطيون بسيطرتهم على الشيوخ في انتخابات التجديد. ويعتبر الكونغرس المؤسسة الدستورية الأولى في الولايات المتحدة، كما يعتبر الهيئة التشريعية في النظام السياسي الأمريكي. وقد تأسس الكونغرس في شهر مارس عام 1789 الكونغرس الأمريكي عبر تقنية الواقع المعزز وزميل همام مجاهد. الكونغرس هو المؤسسة الدستورية الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعتبر الهيئة التشريعية في النظام السياسي. تأسس الكونغرس الأمريكي في مارس من عام 1789، ويتألف الكونغرس من مجلسين هما مجلس الشيوخ ومجلس النواب. يبلغ عدد مقاعد مجلس النواب 435 مقعد، ويتحدد عدد المقاعد عن كل ولاية بحسب عدد سكانها. أما مجلس الشيوخ فيتألف من 100 مقعد، ولكل ولاية نائبان فيه، ويغيب عن المشهد السياسي الأمريكي أو يكاد أي ذكر لأحزاب أخرى باستثناء الجمهوري والديمقراطي، وتتركز المنافسات بينهما دوما على مر التاريخ. وفي 8 نوفمبر الماضي جرت انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وحصل الحزب الجمهوري على الأغلبية في مجلس النواب، بينما حافظ الديمقراطيون على السيطرة على مجلس الشيوخ. قال دبلوماسيون إن الإمارات العربية المتحدة والصين طلبتا من مجلس الأمن الاجتماع غدا الخميس لمناقشة التطورات الأخيرة في المسجد الأقصى. كان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قد اقتحم باحة المسجد الأقصى أمس في خطوة ندد بها الفلسطينيون وعدة دول بشدة. أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة واضحة بشأن الوضع القائم في مدينة القدس وما يخص المقدسات الدينية بها. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين بيير إن أي عمل أحادي في القدس غير مقبول. بالحديث عما يجري في المسجد الأقصى، تقف الولايات المتحدة بحزم تجاه الأمر، وكنا واضحين للغاية بشأن الوضع الراهن فيما يتعلق بالأماكن المقدسة في القدس. إن أي عمل أحادي يهدد الوضع الراهن غير مقبول، وسنواصل التأكيد على هذه النقطة. كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعثة فلسطين في نيويورك بالتحرك الفوري في الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإدانة ووقوف الاعتداء الإسرائيلي على المسجد الأقصى. وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن هذا التحرك يأتي ردا على اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير باحة المسجد الأقصى، مشيرة إلى أنه يتم بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية والعمل مع المجموعات الشقيقة والصديقة في الأمم المتحدة. استدعت وزارة الخارجية الأردنية السفير الإسرائيلي لدى عمان لتسليمه رسالة احتجاج على اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأردنية أن رسالة الاحتجاج أكدت ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها وفقا للقانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي الإنساني بشأن القدس المحتلة، والامتناع عن أي إجراءات من شأنها المساس بحرمة الأماكن المقدسة. كما شددت الخارجية الأردنية في رسالة الاحتجاج على ضرورة وضع حد لمحاولة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم. في الأثناء أعربت مصر عن أسفها لاقتحام مسؤول رسمي بالحكومة الإسرائيلية الجديدة المسجد الأقصى بصحبة عناصر متطرفة تحت حماية القوات الإسرائيلية. وأكدت الخارجية المصرية رفضها التام لأي إجراءات أحادية مخالفة للوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، كما حذرت من التبعات السلبية لمثل هذه الإجراءات على الأمن والاستقرار في الأراضي المحتلة والمنطقة وعلى مستقبل عملية السلام.
أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى، معتبرا أن ذلك يعد استباحة للحرم القدسي وعدوانا على القبلة الأولى للمسلمين. من جانبه أكد الاتحاد الأوروبي أهمية الحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة وتجنب أي أعمال تفاقم التوترات. والآن إلى تطورات الأوضاع في أوكرانيا. أعلن مسؤولون أوكرانيون انطلاق صافرات الإنذار للتحذير من ضربات جوية روسية في منطقة خيرسون. من جهة أخرى قالت وزارة الدفاع الروسية إن عدد الضحايا بين الجنود الروس جراء الهجوم الأوكراني على ماكيفكا ارتفع إلى 89 قتيلا. وأرجعت الوزارة السبب الرئيسي وراء هذا الهجوم إلى استخدام الجنود الروس لهواتفهم المحمولة بالمخالفة للقواعد، ما أدى إلى تمكن القوات الأوكرانية من تحديد موقعهم. وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصياغة خطة امتيازات موحدة تشمل جميع المشاركين في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وأعلن الكرملين أن رئيس بوتين كلف الحكومة بالعمل مع مجلس الاتحاد لتقديم اقتراحات تضاف على التشريعات لإيجاد نظام موحد للحقوق والامتيازات والضمانات الاجتماعية والتعويضات لمن شاركوا في القتال بدونباس ودونيتسك ولوهانسك منذ عام 2014 حتى انضمام الإقليم إلى روسيا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت 4 منصات لإطلاق صواريخ هاي مارس الأمريكية وأربع راجمات صواريخ تشيكية الصنع قرب محطة دروغوفكا بإقليم دونيتسك. وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف بأنه تم القضاء على 130 مرتزقا أجنبيا في غارات جوية على نقاط انتشار مؤقتة لهم في دونيتسك، بالإضافة إلى مقتل نحو 120 جنديا أوكرانيا.
ومع استمرار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، باتت الطائرات المسيرة دور فاعل في الأزمة، وشهدت الأيام الماضية هجمات متبادلة بالطائرات المسيرة، حيث تعرضت كييف لهجوم بطائرات بدون طيار، في حين ألحقت مسيرة أوكرانية أضرارا بمنشأة للطاقة في منطقة بريانسك الروسية. المزيد في العرض التالي. دخلت الطائرات المسيرة من دون طيار الحرب في أوكرانيا بلا أي هوادة، باتت تشكل المعادلة الأبرز على مدار الأيام الماضية، مع تكثيف روسيا وأوكرانيا للهجمات المتبادلة باستخدام هذا النوع من الطائرات المسيرة. وفق آخر الإحصاءات، فإن القيادة العسكرية الأوكرانية تقول أن المضادات الجوية تمكنت من إسقاط ما يزيد على 40 طائرة مسيرة روسية شاركت في الهجمات الأخيرة على مناطق مختلفة من أوكرانيا. على الصعيد ذاته، عمدة كييف يقول أن انقطاع التيار الكهربائي وسبل التدفئة في العاصمة الأوكرانية كان بسبب الأضرار الناجمة عن استهداف مرافق البنية التحتية للطاقة بعد توجيه قصف روسي كان باستخدام المسيرات. في المقابل، تكثف القوات الأوكرانية بدورها استخدام المسيرات لقصف قواعد روسية شرقي البلاد. تستخدم في ذلك وحدة فالكون في القوات الجوية الأوكرانية نوعين من الطائرات المسيرة، الأولى محلية الصنع وهي من طراز ليلكا 100، قادرة على البقاء في الجو لنحو ساعتين متتاليتين، ويمكنها أن تقطع مسافة تقدر بنحو 40 كيلومترا. كما تستخدم كييف طائرات شبح العنقاء الأمريكية التي تحلق لقرابة 6 ساعات، كما أنها تتمكن من العمل حتى خلال ساعات الليل باستخدام أجهزة استشعار الحركة بالأشعة تحت الحمراء. في المقابل، تستخدم روسيا طائرات مسيرة انتحارية من طراز كاميكازي التي تعرف في إيران باسم شاهد 136، ظهرت للمرة الأولى في الحرب الروسية الأوكرانية حول منطقة خاركيف والمناطق المجاورة لها. مسيرات كاميكازي تعد مزيجا بين الصاروخ والطائرة المسيرة، تطلق دون هدف محدد مسبق لتحلق لنحو 40 دقيقة بمدى يتراوح ما بين 10 كيلومترات إلى قرابة 40 كيلومترا. لتزايد أهمية ما بات يعرف بحرب المسيرات، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدوره أمر بإنشاء لجنة حكومية لتطوير المسيرات ولإنشاء نظام لتدريب المتخصصين في تطوير وإنتاج الطائرات المسيرة من دون طيار. سلاح إذن زهيد في الكلفة والإنتاج، يمكن له أن يحقق الأهداف المرجوة بكلفة بشرية أقل ما تكون، بات يطرح أسئلة حول مستقبل الحروب والعمليات العسكرية في ضوء استخدام واسع للمسيرات أو للدرونز. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي أنه ناقش مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خلال اتصال هاتفي المزيد من التعاون الدفاعي. وقال زيلانسكي أنه اتفق وسوناك على تكثيف الجهود المشتركة لإحراز النصر خلال هذا العام، مشيرا إلى أن لديهما قرارات ملموسة بالفعل لتحقيق هذا الهدف. من جانبه، أكد سوناك استمرار دعم بريطانيا لأوكرانيا على المدى البعيد. كشفت تقارير إعلامية أمريكية أن واشنطن نشرت وحدة من قوات المظلات الفرقة 101 التابعة للجيش الأمريكي في رومانيا بالقرب من حدود أوكرانيا. وفقا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فإن هذه الخطوة تعد أول عملية انتشار للفرقة 101 في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وأوضحت الصحيفة أن الفرقة الأمريكية الملقبة بالنسور الصارخة تجري تدريبات عسكرية مشتركة مع القوات الرومانية على بعد أميال قليلة من الحدود الأوكرانية.
نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. رداً على تكرار انتهاك مجالها الجوي، كوريا الجنوبية تهدد جارتها الشمالية بإنهاء الاتفاق العسكري بينهما. أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول أنه سيدرس تعليق الاتفاق العسكري المبرم بين الكوريتين في عام 2018 إذا انتهكت كوريا الشمالية المجال الجوي لبلاده مرة أخرى. كما أمر يون وزير الدفاع بتدشين وحدة شاملة للطائرات المسيرة تقوم بمهام متعددة وإنشاء منظومة لإنتاج كميات كبيرة من هذه الطائرات التي لا يرصدها الرادار. أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تخططان لرد منسق فعال في حال استخدام كوريا الشمالية أسلحة نووية. وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض إن رئيسين الكوري الجنوبي يون سوك يول والأمريكي جو بايدن كلفا فرقهما بتخطيط للرد على عدد من السيناريوهات المحتملة من بينها استخدام كوريا الشمالية لأسلحة نووية. قال الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ إن دول الحلف ستبحث زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي كحد أدنى، وأضاف أن دول الناتو ستناقش إنفاقها الدفاعي المستهدف في الأشهر المقبلة، وأنه سيترأس المفاوضات التي تتضمن عقد اجتماعات وزارية ومحادثات في العواصم. وأشار الأمين العام للناتو إنه يسعى للتوصل إلى اتفاق في موعد لا يتجاوز قمة الناتو العادية المقبلة والتي ستعقد في العاصمة الليتوانية فيلنيوس في شهر يوليو. تعتبر القوات عالية الاستعداد أهم القوى العسكرية لحلف الناتو والتي تم تشكيلها خلال قمة ويلز في عام 2014، كما تعد قوة الصد العسكري الرئيسية في حالة تعرض أي دولة من دول الحلف لأي عمل عدائي. المزيد في العرض التالي. أهلا بحضراتكم. ألمانيا هي القوة العسكرية الأوروبية الضاربة بالرغم من تحجيم قوتها بعد الحرب العالمية الثانية، لكنها تظل من أقوى الدول العسكرية في العالم، كما تحتل مرتبة عسكرية مهمة في الاتحاد الأوروبي. القوات عالية الاستعداد هي أهم القوى العسكرية لحلف الناتو، تم تشكيلها خلال قمة ويلز في عام 2014 بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم وتصاعد موجات الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط. القوات عالية الاستعداد تعد قوة الصد العسكري الرئيسية في حال تعرض أي دولة من دول الحلف لأي عمل عدائي، وتتعامل عسكريا مع القوات المعتدية بهدف تعطيلها لحين استنفار قوات الحلف الضاربة وفتح تشكيلاتها ميدانيا. تتكون القوات عالية الاستعداد من 9 دول فقط من أعضاء الحلف، وهي بلجيكا والتشيك ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ وألمانيا وهولندا والنرويج، بالإضافة إلى سلوفينيا. أهمية ودور قوات الناتو عالية الاستعداد برزت كأحد مقومات استراتيجية الدفاع الجماعي مع هجوم روسيا العسكري على أوكرانيا. تسلمت ألمانيا قيادة قوات الناتو عالية الاستعداد من فرنسا مع مطلع العام الجديد 2023، في وقت تشهد فيه أوروبا أخطر تهديد أمني منذ الحرب العالمية الثانية. ألمانيا أيضا هي المشكل الرئيسي للقوات عالية الاستعداد، فيعد اللواء 37 المدرع الألماني هو المكون الرئيسي للدروع، إضافة إلى قوات اللواء 393 المشاة الألماني، واللواء الألماني 345 مدفعية، والفرقة 30 في سلاح النقل العسكري الجوي الألماني. تتكون قوات الناتو عالية الاستعداد من 11,000 جندي و500 ضابط كقوة قتال برية. القوات عالية الاستعداد تم نشرها في رومانيا في فبراير الماضي مع بدء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، ويظل هناك تحذير شديد من بقاء هذه القوات في حالة يقظة دائمة في العالم الجديد. كان هذا عرضا للقوات عالية الاستعداد التي تقودها ألمانيا داخل حلف الناتو. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة.
أعلنت الحكومة الفرنسية أنها قد تعتمد مرونة بشأن خطتها لرفع سن التقاعد إلى 65 عاماً في إطار مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي عرضه الرئيس إيمانويل ماكرون. وقالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن إن سن 65 ليس مقدساً، مشيرة إلى أن هناك حلولاً أخرى قد تساعد الحكومة في تحقيق هدفها المتمثل في إحداث توازن في نظام التقاعد بحلول عام 2030. وقالت إليزابيث بورن إن الخطة ستعرض على الحكومة في 23 من يناير الجاري قبيل مناقشتها في البرلمان مطلع فبراير المقبل. استؤنفت إضرابات وسائل النقل في بريطانيا بعدما أحدثت إضرابات في الحركة خلال فترة الأعياد. يخطط 40 ألفا تقريبا من عمال السكك الحديدية لخمسة أيام من الإضراب مع إضرابات غير مسبوقة لحركة القطارات. موجة احتجاجات تضرب المملكة المتحدة مع استئناف إضراب عمال السكك الحديد في البلاد، حيث يخطط نحو 40 ألفا من عمال السكك الحديد لخمسة أيام من الإضراب مع اضطرابات غير مسبوقة لحركة القطارات. الاتحاد الوطني لعمال السكك الحديدية في بريطانيا أطلق أكبر إضراب منذ 30 عاماً في القطاع بهدف تحسين الأجور لمواجهة التضخم الذي يقترب من 11% في البلاد. ومع تصاعد حدة الإضرابات في المملكة المتحدة، لا تزال الحكومة متعنتة أمام مطالب المضربين حتى إنها تنوي تشديد القوانين المتعلقة بالحق في الإضراب، الأمر الذي دفع نقابة عمال السكك الحديدية لاتهامها بعرقلة المفاوضات. الإضرابات المنتشرة في كافة أنحاء بريطانيا جاءت احتجاجاً على تراجع القوة الشرائية، وطالت بالأخص قطاع الصحة في ديسمبر الماضي مع إضراب قطاع التمريض ثم سائقي سيارات الإسعاف ثم عاملي البريد ومشغلي الاتصالات وعمال المطارات. زعماء النقابات العمالية في بريطانيا قالوا إنه لا ينقصهم المال ويستطيعون مواصلة الإضرابات على مدى شهور، آملين أن تستجيب الحكومة لمطالبهم بدلاً من التعنت والمماطلة. بينما يعتقد الوزراء البريطانيون أن النقابات ستضطر في نهاية المطاف للعودة للعمل لأنها لن تستطيع تحمل التكاليف المالية لدعم أعضائها أثناء الإضراب لفترة طويلة. وبعدما فشلت الإضرابات السابقة في تحقيق مطالب العمال، يعتزم العاملون في قطاعات الخدمات العامة تصعيد الإضرابات خلال الأيام المقبلة. فالزيادات الهزيلة في الأجور التي قدمتها الحكومة لعمال للقطاع العام لا تثمن ولا تغني من جوع، وفي ظل تضخم حاد لأسعار السلع والطاقة. قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجري محادثات بواشنطن مع رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا في 13 من يناير الجاري. وأوضح البيت الأبيض أن المحادثات ستركز على التوترات الصينية مع تايوان وحرية الملاحة في المحيطين الهندي والهادئ والأزمة الأوكرانية وبرنامج كوريا الشمالية الصاروخية. والآن مع تطورات فيروس كورونا. أعلن المركز الصيني لمكافحة الأمراض تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا أمس الثلاثاء، وذلك مقارنة بتسجيل 3 وفيات في اليوم السابق. وبهذا ترتفع حصيلة الوفيات إلى 5260 حالة وفاة.
أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أن الشرط إبراز نتيجة اختبار سلبية بكوفيد للمسافرين القادمين من الصين يستند إلى أساس علمي، وذلك بعد أن اشتكت بكين من الإجراءات التي اتخذتها عدد من الدول. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس إن الإجراءات تنطوي على مخاوف بشأن الصحة العامة مبنية على ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد 19 في الصين ونقص بيانات التسلسل الجيني الوبائي والفيروسي الكافية وشفافة التي يتم الإبلاغ عنها من قبل بكين. مبادرة بالمساعدة أم محاولة لفرض السيطرة؟ تساؤل ستجيب عليه بلدان الاتحاد الأوروبي في الاجتماع الذي سيعقده مسؤول الصحة في التكتل بالعاصمة البلجيكية بروكسل بهدف بحث اتخاذ موقف مشترك تجاه القادمين من الصين في ضوء تصاعد إصابات كورونا هناك، وفي الوقت الذي أعربت فيه الصين عن الاستياء الشديد وتعهدها بالرد على البلاد التي فرضت قيوداً على دخول مواطنيها. أكد المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي تيم ماكفي أن التكتل عرض على الصين تزويدها بلقاحات مجانية ضد كورونا لمساعدتها في احتواء تفشي الوباء في البلاد. ما يمكنني قوله هو أنه في ضوء حالة كوفيد في الصين، تواصلت مفوضة الصحة ستيلا كرياكيدس مع نظرائها الصينيين لتقديم تضامن ودعم للاتحاد الأوروبي، وهذا يشمل خبرة الصحة العامة وتقديم اللقاحات. وعلى خط الأزمة، أكدت السويد التي تولت رئاسة الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الأول من يناير الجاري ولمدة 6 أشهر أن رفع قيود السفر والانتشار المتزايد للوباء في الصين يدفعان الحاجة إلى تحرك أوروبي مشترك. بالمقابل يستعد خبراء الصحة الصينيون الآن لموجة جديدة من الفيروس التي قد تضرب المناطق الريفية التي تعاني نقصاً في الموارد ومعدلات أقل في التطعيم. من أخبارنا الاقتصادية، حيث وجه رئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالإسراع في استكمال خروج كافة البضائع التي وردت إلى الموانئ، فضلا عن الانتهاء من كافة الإجراءات المرتبطة بحوكمة منظومة الإفراج الجمركي. وأوضحت الرئاسة المصرية في بيان لها أن السيسي وجه خلال اجتماعه برئيس الوزراء ووزير المالية بسرعة تسوية كافة الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة، وذلك خلال العام الحالي. انخفض سعر الجملة للغاز الطبيعي في أوروبا إلى أدنى مستوى له منذ بداية الحرب في أوكرانيا، وبات أرخص مما كان عليه في أغسطس الماضي ب5 مرات تقريبا على خلفية شتاء دافئ نسبيا يسمح بتوفير المخزون. جولة جديدة تربحها أوروبا في معركتها التاريخية لضبط أسعار الطاقة. وبالفعل عادت أسعار الجملة للغاز الطبيعي في أوروبا إلى مستويات ما قبل العملية العسكرية في أوكرانيا. المؤشر المرجعي للغاز الطبيعي في أوروبا تراجع إلى 72.75 يورو للميجاوات في الساعة، وهو أدنى سعر منذ 24 فبراير 2022. قبيل الشتاء هرعت العديد من دول أوروبا إلى التسلح بملء خزانات الغاز الطبيعي بشكل كامل، ما عزز قدرة القارة العجوز في مواجهة الأزمة. دفء نسبي للشتاء هذا العام ساهم في اعتدال الطلب على الوقود في أوروبا التي تعتمد بشكل أساسي على الغاز في التدفئة، حيث كشفت الأرصاد الجوية عن توقعات بدرجات حرارة معتدلة في معظم أنحاء أوروبا خلال الفترة القادمة، ما يدعم القارة لتجنب استنفاد مخزوناتها من الغاز قريباً. أوروبا تستقبل العام الجديد بضغوط أقل حدة بعدما نجحت في إحلال التدفقات الروسية التي تم تحجيمها بإمدادات من الغاز الطبيعي المسال من دول أخرى.
الاقتصاد الأكبر في أوروبا والأكثر اعتماداً على الغاز الروسي استقبل لتوه أول شحنة غاز منتظمة من الولايات المتحدة، كما أعادت ألمانيا مؤقتاً تفعيل محطات الطاقة القديمة التي تعمل بالنفط والفحم، ومددت عمر آخر 3 محطات للطاقة النووية حتى منتصف إبريل القادم. وفي فرنسا جاءت تصريحات رئيسة الوزراء إليزابيث بورن أكثر ثقة، حيث قالت إن بلادها مطمئنة بشأن وضع إمدادات الطاقة في الأسابيع المقبلة، مستشهدة بانخفاض الاستهلاك وزيادة في الطاقة الإنتاجية. ورغم كل التحركات الأوروبية الحثيثة لدعم الأسواق، إلا أن مراقبين يرون أن أسعار الجملة لا تنعكس بشكل مباشر على القيمة التي يدفعها المستهلك، حيث يتحوط مورد الطاقة من قفزات مرتقبة للأسعار. أظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا أن أسعار المستهلكين الألمان المنسقة للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي ارتفعت بنحو 9.6% في ديسمبر الماضي، وهذا على أساس سنوية، مقارنة مع 11.3% في نوفمبر الماضي. وأضاف المكتب أن الأسعار انخفضت في ألمانيا بنسبة 1.2% على أساس شهري، وكان معدل التضخم قد بدأ في التباطؤ خلال نوفمبر الماضي بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته في ألمانيا منذ 70 عاما، مدفوعا للزيادات الكبيرة في أسعار الطاقة. ومن أخبارنا الرياضية، حيث أقام نادي النصر السعودي احتفالية كبرى على ملعب مرسول بارك لتقديم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للجمهور ووسائل الإعلام. من جانبه أعرب رونالدو عن فخره بالانضمام إلى نادي النصر السعودي، وأضاف اللاعب البرتغالي خلال مراسم تقديمه مع نادي الجديد في العاصمة الرياض إنه لا يكترث بما يقوله الآخرون بشأن انتقاله إلى النصر، مؤكدا أنه سيكون جاهزا خلال أيام للعب ضمن صفوف الفريق إذا سمح له المدرب بذلك. شيعت جنازة أسطورة كرة القدم البرازيلية بيلي وسط مشاركة جماهيرية وسياسية ورياضية كبيرة. وتوفي بيلي الخميس الماضي عن عمر نهز 82 عاما بعد معاناة مع مرض السرطان. بعدما يقرب من أسبوع على وفاته، ودع البرازيليون أسطورة كرة القدم بيليه في مشهد مهيب إلى مثواه الأخير. فوسط مشاعر حزينة توافد البرازيليون من كل حدب وصوب، فضلاً عن شخصيات رياضية وسياسية بارزة، إلى ملعب فيلا بيليميرو والذي شهد إقامة مراسم تشييع الجنازة. وتقدم الجنازة الرئيس البرازيلي لويس إناسيو لولا دا سيلفا، كما قام الآلاف من المشجعين وكبار الشخصيات الكروية، في مقدمتهم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جاني إنفانتينو، في إلقاء النظرة الأخيرة على نعش بيليه في الملعب نفسه الذي أذهل فيه العالم في بداياته مع ناديه الأشهر سانتوس. وجاب موكب جنازة بيليه شوارع المدينة في طريقه إلى موقع الدفن بمقبرة إيكومانيكال ميموريال نيكروبوليس، حيث وارى الثرى في مراسم خاصة. وحرص محب اللاعب الراحل على قرع الطبول وترديد الأهازيج والهتافات نصرة لنادي سانتوس ولبيلي. توفي بيلي الخميس الماضي عن عمر يناهز 82 عاماً بعد معركة مع مرض السرطان، وهو اللاعب الوحيد الذي فاز بكأس العالم 3 مرات. زين مجموعة من شباب مدينة البصرة بجنوب العراق شوارع المدينة برسم لوحات على جدران ملاعب المدينة وشوارعها، وهذا احتفالا باستضافة البصرة لبطولة كأس الخليج. ومن المقرر أن تنطلق البطولة في 6 يناير الجاري بمدينة البصرة بعد أكثر من 40 عاما من حظر استضافة العراق للبطولات الدولية بسبب دواعٍ أمنية.
عمل فني يعكس روح الانتماء تمثل في إقدام مجموعة من شباب البصرة العراقية على تزيين شوارعها برسوم جدارية إبداعية في مواكبة لبطولة كأس الخليج في نسختها 25، والتي يستضيفها العراق لأول مرة منذ عام 1979. كانت مبادرة تطوعية من قبل ما يقارب 25 شخص مختلفين الوظائف، فقط للمساهمة في إنجاح خليج 25 بالرسم على جدران ملعب الميناء الرياضي. طبعاً الرسومات كانت متنوعة، قسم من عتل الشناشيل البصرة، قسم لطبيعة البصرة، قسم لشخصيات أدبية وتراثية. الهدف من عدها لجعل البصرة أجمل أثناء خليجي 25. هذه المبادرة ركزت على تزيين جدران الملاعب والمنازل في احتفاء بالبطولة المقررة في 6 يناير الحالي، لترسم مع أعلام الدول المشاركة لوحة مميزة بأنامل عراقية. نحن كجيل يعني جيل الألفينات، هذه كانت أول مرة أنه إحنا نستقبل بطولة كبيرة مثل بطولة الخليج، فالصراحة الدافع هو دافع وطني بصورة يعني كمرحلة أولى، ودافع أنه إحنا طلبة يعني نحب الرسم ونحب الحياة بصورة عامة، ونحب أنه نراوي العالم أنه إحنا مو شعب أنه فقط حروب وشعب مأساة، يعني إحنا عندنا جانب حياة كلش حلو، جانب يحب السعادة والحياة والتفاؤل، فهذا الشيء هو الأهم. الجداريات تجاوزت أهدافها الخاصة بالاحتفال بالبطولة إلى الفرحة برفع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الحظر عن استضافة البلاد المنافسات الرياضية، والذي استمر منذ 1990 إلى 2018، لتكون خليجي 25 هي أول بطولة كبرى تحقق رفع هذا الحظر واقعياً. انتهت النشرة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. جلسة رابعة لمجلس النواب الأمريكي اليوم لاختيار رئيس جديد له. الإمارات والصين تطلبان باجتماع لمجلس الأمن لبحث التطورات بالمسجد الأقصى. ارتفاع عدد ضحايا الجنود الروس جراء الهجوم الأوكراني على منطقة ماكيفكا إلى 89 قتيلاً. نهاية النشرة، للمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز.نت، كما يمكنكم متابعتنا على مختلف منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب، ويمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 فيرتيكال، كما يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة أمامكم. شكرا لكم، هنا القاهرة عاصمة الخبر. We'll be right back.